بسم الله الرحمن الرحيم. نداء إلى جميع الناس في زمن الوباء: لا تخرقوا السفينة، لا تخرقوا السفينة. في زمن الوباء هذا الذي نحن فيه علينا أن نلتزم بتعليمات الفقهاء والعلماء وتعليمات الأطباء حتى ننجو بسفينة المجتمع، حتى ننجو بسفينة المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المجتمع إلى قسمين: قسم يحمي الحدود، وقسم يقع في الحدود، قسم يراعي الصالح العام، وقسم يتلف الصالح العام. تعالوا معا ننظر إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لحال المجتمع ووصفه لأفراده. يصف النبي صلى الله عليه وسلم حال المجتمع فيقول في هذا الحديث، الحديث رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم أو مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. الحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المجتمع إلى فئتين من الناس: فئة آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، مصلحة للمجتمع، صالحة في نفسها، مصلحة لغيرها، الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقوله: القائم على حدود الله، القائم على حدود الله. هذا قسم. والقسم الثاني هو الواقع في حدود الله، يعني الذي يسيء إلى المجتمع، الذي يهدم البنيان، يتلف الصالح في المجتمع، يمشي عكس مصلحة المجتمع، لا يسير بالقواعد التي يبنى عليها أساس هذا المجتمع، ده الواقع في حدود الله. يشبه المجتمع بسفينة لها طابقين، لها طابقان، طابق علوي وطابق سفلي. فيه ناس أقاموا في الطابق العلوي وغيرهم أقام في الطابق السفلي. اللي في الدور اللي تحت إذا أرادوا ماء من الماء الذي يحيط بالسفينة طرقوا الباب على من فوقهم، على من فوقهم، ثم صعدوا السلم، ثم ملأوا ما معهم من الماء، ثم فتحوا الباب ونزلوا مرة أخرى إلى الأسفل. فقالوا في نفوسهم: لماذا نزعج من فوقنا بالصعود والهبوط كل حين؟ فما لنا لا نخرق خرقا في السفينة، المية حوالينا، طب نخرق خرق يطلع المية نأخذ منها نستفيد، لا نزعج من في الدور العلوي. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا. طيب، الذين في الدور العلوي علموا بما قرره من في الأسفل أنهم سيخرقون السفينة، حقهم، هذا نصيبهم. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، ده ملكنا، الدور اللي تحت إحنا أحرار فيه، نخرق فيه خرقا نأخذ منه الماء ولا نؤذي من فوقنا. الذين في الدور العلوي إن علموا فسكتوا غرقت السفينة بكل من فيها، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا.
وإن منعوهم عن ذلك ونصحوهم وأرشدوهم وأخذوا على أيديهم وأفهموهم بخطورة هذا العمل نجوا ونجوا جميعا. النبي بيقول وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا حال المجتمع. ولذلك نأخذ من هذا الحديث في زمن الوباء هذا ينصحنا الأطباء بعدم الاختلاط، بوجود مسافة بيننا وبين بعضنا حتى لا ينتشر الوباء القاتل الذي يأخذ الناس كقعاص الغنم، من يمسك به يهلكه والعياذ بالله. نسأل الله السلامة للجميع، فنحافظ على سلامة السفينة وعلى سلامة هذا المجتمع كما نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول العلماء فيه 100 فائدة، فيه أكثر من 100 فائدة إذا استخلصنا منه الفوائد. إذن الفتنة إذا جاءت والبلاء إذا جاء لا يأخذ نوعا ويترك نوع، وإنما إذا خرق بعض من في المجتمع سفينة المجتمع تغرق بجميع من فيها، الهلاك يأتي على الجميع، الصالحون والطالحون. ربنا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة، لكن بتعم الجميع، بتعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. ولذلك تروي أم المؤمنين سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها تقول دخل علينا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا في يوم من الأيام، دخل فزعا صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، الإبهام والتي تليها. انظر، فقلت سيدة زينب بتقول فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ وممكن نهلك وفينا ناس صالحين، لسه الصالحون ما زالوا يوجدون فيما بيننا. يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. حديث متفق عليه. الخبث يعني الشر، نعم يتم الهلاك إذا كثر الشر وانتشر في الناس. يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يعني الشر، يعني إذا انتشر الشر وزاد وكثر في الناس. إذن نأخذ من هذا الأمر أن الفتنة إذا جاءت لا تستثني أحدا، لا تنتقي الطالح وتترك الصالح، ولكنها تأخذ الجميع. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة، بتعم الجميع. لذلك على المجتمع أن يراعي هذا، وأن يحاول الإنسان أن يسير بما فيه مصلحته ومصلحة غيره. أنت إذا لم يصبك شيء سيصيب غيرك، فلا تكن أنت سببا في هذا الأمر، خف على نفسك وعلى غيرك. المؤمن الصحيح هو الذي يحب لأخيه ما يحب لإيه؟ لنفسه. نسأل الله عز وجل أن يحمي الجميع وأن يحفظ الجميع وأن يرعى الجميع وأن يبعد عن الجميع شر هذا الوباء. اللهم آمين 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 يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.